بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. باب اللقطة، أي الأحكام المتعلقة باللقطة. اللقطة هي المال الضائع، المال الضائع، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الأموال وعدم تضييعها لما فيها من مصالح العباد. فإذا وجد مالا ضائعا عن صاحبه فإن له أحكاما في الفقه جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المال الذي يوجد ضائعا لا يخلو من إحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا المال شيئا قليلا لا تتعلق به رغبة الناس، مثل قطعة حبل ولا تمرة، وإلا شيء من الفلوس القليلة التي لا من الهلل أو من الأشياء القليلة التي لا يستفاد منها شيئا كثيرا. فهذا مثل العصا، الشوط الصغير الذي لا قيمة له، فهذا الشيء، هذا النوع من الضائعات يؤخذ وينتفع به، ينتفع به من وجده، لأنه لا تتبعه همة أوساط الناس، ليس له قيمة، فينتفع به من وجده. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة في الطريق أخذها، وقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، وصلى الله عليه وسلم لم يتركها، أخذها ولم يمتنع يمنعه من أكلها إلا خشية أن تكون من الصدقة التي حرمها الله عليه. هذا من تجنب الشبهات. فدل هذا على أن هذا النوع من المال يؤخذ وينتفع به ولا يتعلق به أحكام. النوع الثاني ما كان من الأموال له قدر وله قيمة، من النقود أو من الملابس أو من الأواني أو غير ذلك، له قيمة تتبعه همة أوساط الناس وينتفع به، فهذا لا يأخذه الإنسان إلا بثلاثة شروط. أولا أن يأمن نفسه عليه، وأن يكون فيه أهلية لحفظه والبحث عن صاحبه، لأنه مسؤولية. الشرط الثاني أن يعرف العلامات الفارقة، أن يعرف العلامات الفارقة التي يعرف بها هذا المال، من أجل إذا جاء صاحبه ووصفه
على طبق هذه العلامات يدفعه إليه. كله علامات يضبطها ويعرفها من وجده، بحيث إنه لو ادعاه أحد وقال هذا مالي يقول له اذكر لي علامات مالك الضايع، فإذا ذكرها موافقة للمواصفات التي على المال دفعه إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الظرف الذي تكون فيه، مثل الكيس، الظرف الذي تكون فيه مثل الكيس والصندوق، الشيء الذي هي محفوظة فيه، هذا العفاص. وأما الوكاء فالمراد به الخيط الذي يربط به هذا الوعاء، هذا الوكاء. فيعرف هاتين العلامتين عفاصها ووكاءها. الشرط الثالث أن ينادي عليها ويعرفها، أن ينادي عليها ويعرفها مدة سنة، يقول: من ضاع له المال في المحل الفلاني، أو من ضاع له شيء، ينادي عليها في مجامع الناس، الأسواق، على أبواب المساجد، حتى يعلم صاحبها فيأتي، إما أن يسمع النداء وإما أن الناس يبلغونه، الناس يبلغونه واسطة الإعلان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم عرفها سنة. والتعريف معناه المنادات عليها. فإذا جاء صاحبها ووصفها دفعها إليه، وإن تمت السنة ولم يأتي وهو ينادي عليها كل السنة ولم يأتي لها أحد، فإنها تكون له، للواجد، تكون للملتقط ينتفع بها، لأنه بذل المجهود في العثور على صاحبها فلم يقدم، وهذا مال لا يجوز إهداره، انتفع به. لكن لو جاء صاحبه ولو بعد مدة، فإنه إن كان موجوداً دفعه إليه، وإن كان قد استهلك يدفع له القيمة. أما إذا لم يأتي فإنه تكون له، انتفع به ويستهلكه. هذا القسم الثاني وهذه شروطه. القسم الثالث: ضالة الحيوانات. ضالة الحيوانات، وهي تنقسم إلى قسمين. ضالة الحيوانات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يمتنع من السباع، ومن يحمي نفسه كالإبل، ولا يخشى عليه الهلاك، أن تكون خلقته فيها قوة للتحمل، كالإبل مثلا والبقر، وما يمتنع من السباع فهذا لا يتعرض له، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤوي الضالة إلا ضال. فضالة الإبل لا يتعرض لها، ولا يمسكها يقول أبا أحفظها لصاحبها، لا، هي ما تحتاج، هي ما تحتاج حفظ، يدافع عن نفسها، ولو بقيت مدة في البر ما عليها خطر، لأنها تذهب إلى الماء، فيها قوة تذهب إلى الماء، تعرف الإبل، تعرف موارد المياه تذهب إليها، ما يحتاج أنه إن أحد يذهبها إلى الماء، هي تذهب. وأيضا فيها قوة
ترعى الشجر لا تحتاج علف، هي تذهب إلى المراعي وتذهب إلى الأشجار تبحث عن الرعي في أي مكان لأن فيها قوة فلا يتعرض لها أحد. أما النوع الثاني وهو ما لا يمتنع من السباع، عليه خطر من السباع كالغنم والعجاجيل الصغيرة والفصلان، ما كان من الحيوانات لا يمتنع من السباع وليس فيه قوة وتحمل، فهذا يأخذه من وجده لأنه لو تركه لتلف، يأخذه من وجده لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تأخذها أنت وإما أن يأخذها غيرك، وإن تركت أكلها الذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب، فيأخذها ويتمولها أو يأكلها، وإن جاء صاحبها دفعها إليه إن كانت موجودة أو دفع إليه قيمتها إن كان قد أكلها يدفع إليه قيمتها، أما إذا لم يأتي فإنه ينتفع بها ولا تترك تهلك. والنوع الرابع ما لم يكن من النوع الرابع ما كان من الأموال الثقيلة التي لا تحتاج إلى الأموال الثقيلة الثابتة التي لا خوف عليها من النقل والأخذ مثل الآليات الضخمة والمكاين والحديد، فهذا ليس عليه خطر لأنه أشياء ثقيلة وأشياء رزينة ما يمكن الاستيلاء عليه ونقله إلا بصعوبة، فهذا أيضا يترك في مكانه حتى يأتي صاحبه ويأخذه. الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى مؤونة لنقلها وحملها هذه لا يخشى عليها لأن ما أحد يستطيع نقلها إلا بمؤونة واستعداد، وصعب على الإنسان أنه ينقلها من مكانه فتبقى في مكانها حتى يأتي صاحبها ويقول، مثل الآليات السيارات المكاين الحديد الثقيل معدات الثقيلة دركتلات أو معدات حراثات أو ما أشبه ذلك، هذه لا يعتدي عليها أحد حجة أنها يقول هذا مال ضايع، لا هذه ما هي ضايعة، هذه يأتي إليها صاحبها ويأخذها ولا عليها خوف. نعم. وهي على الثلاث في أمر، نعم، أخذها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به، ما تقل قيمته يعني ما ليس له قيمة يطمع بها، ما ليس له قيمة يطمع بها كالرغيف والتمرة والحبل القصير والصوت الصغير وما أشبه ذلك. نعم. كالصوت والشسع والرغيف، في الصوت العصا الصغير، الشسع يعني شسع النعل، نعم، والرغيف والتمرة، نعم. فيملك بلا تعريف، يملكه من وجده بدون تعريف لأنه لا تتبعه همة أوساط الناس، ليس له قيمة عند الناس. نعم. لما روى جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه التقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. نعم. الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل والبقر والبغال، فلا يجوز التقاطها لقوله عليه السلام لما سئل عن ضالة الإبل في حديث زيد بن مالك ولها دعها فإن معها
حذاءها وصفاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها متفق عليه. هذا الحيوانات التي لا يخشى عليها كالإبل والبقر والخيل والبغال، هذه لا خطر عليها من السباع ولا خطر عليها أيضا من الجوع والعطش، لأن فيها قوة تطلب الماء وتطلب المرعى. نعم. ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه. من أخذ هذا النوع من المواشي فهو ظالم متعدي، يلزمه ضمانه إذا تلف، يلزمه ضمانه. لو أخذ البعير وعقب ما أخذه البعير مات، أصابه مرض ومات، أو سرق منه أو تلف، إنه يضمنه لأنه متعد بأخذه. نعم. لأنه أخذ منك غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع له فهو كالغاصب. ولا أذن الشارع. نعم. أخذ ماله بغير إذن صاحبه، أخذ مال صاحبه بغير إذنه. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه. ولا إذن من الشارع بأخذه، لأن الشارع قال: مالك ولها، وقال: لا يؤوي الضال إلا ضال. فالشارع لم يأذن لك بهذا فتكون متعديا، فلو جرى عليها تلف بعد أخذك لها فإنك تضمنه. نعم. الثالث: لا تكثر قيمته كالأكمال والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة. متى جاء صاحبه ووصفه وصفا مطابقا وجب دفعه إليه من غير بينة، ما يطالبه ببينة، يقول: هات ناس يشهدون أن هذا مالك. يكفي الوصف، إذا وصفه فهذه هي البينة، يدفعه له. نعم. لما رواه المحامي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف مكاءها وعرف أصها ثم عرف حسنها، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. الحديث متفق عليه. هذا يوضح هذا النوع، حكم هذا النوع أنه يعرف علاماتها الفارقة ثم ينادي عليها مدة سنة، فإن جاء صاحبها ووصفها طبق الأصل وجب دفعها إليه، وإن ما جاء مضى الحول ولم يأتي فإنه يستنفقها، يعني ينتفع بها. فإن جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها فإنه يدفعها إليه إن كانت موجودة، أو يدفع قيمتها إن كانت تالفة، وإن لم يأتي فإنه يكون انتفاعه بها جائزا ومأذونا به شرعا. نعم. مسألة: هذا ما عدا لقطة الحرم، ما عدا لقطة الحرم اللي توجد داخل حدود الحرم داخل الأميال، فهذه يعرفها دائما ولا يتقيد بسنة، بل لا يتمولها أبدا، وإنما يعرف عليها دائما حتى يأتي صاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الحرم لا تلتقط لقطته إلا لمنشد، إلا لمنشد، يعني ولم يحدد هذا بسنة. فاللي عنده استعداد
أن يبي يأخذها وينادي عليها دائما يأخذها، واللي ما عنده استعداد يتركها. نعم. مسألة: وإن لم يعرف فهو خسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف رعاه ووكاله وصفته، فمتى جاء ظالمه فوسطه انتفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك بحديث زيد. هذا يسمونها الملك المراعى، ملك المراعى، يملكها بعد السنة، والتعريف ملكا مراعى، بمعنى أنه لو جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها وجب دفعه إليه، فهو ليس ملكا مطلقا إنما هو ملك مراعى. نعم. مسألة: وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بينه ثم يعرف، لأن في حديث زيد: وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم. فالذي الحيوان الذي لا يمتنع من السباع وليس فيه قوة يرد الماء ويأكل الشجر، هذا يأخذه في الحال وينتفع به في الحال، لكن مع تقدير قيمته، يقدر قيمته ويعرف أوصافه وينتفع به في الحال، فإذا جاء صاحبه ووصفه دفعه إليه إن كان موجودا أو دفع إليه قيمته إن كان مستهلكا، أو يبيعه، يبيعه يحتفظ بقيمته، إما أن ينتفع به هو وإما أن يبيعه في الحال ويحتفظ بقيمته، لأنه لو أخذه وأبقاه عنده يحتاج إلى علف ويحتاج إلى مؤونة، فهذا لا ينتظر به وإنما تتخذ عليه الإجراءات في الحال، يقال له: خذه فإن شئت أن تأكله أو تنتفع به مع تقدير قيمته والاحتفاظ بالقيمة، وإن شئت أن تبيعه وتحتفظ بالثمن حتى يأتي صاحب هذا المال تدفع له القيمة. نعم. مسألة: وإن هلكت النقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها لأنها عنده أمانة فهي كالمودع. النقطة التي يجوز التقاطها ويجب التعريف عليها هذه أمانة في يده مدة الحول، فلو تلفت من غير تعد منه ولا تفريط لم يضمنها لأنه أمين، الشارع ائتمنه عليها، أو لم يتعد ولم يفرط ليس عليه مسؤولية في تلفها لو تلفت. مثلا أخذ الدراهم اللي في كيس أو في صرة وعرف علاماتها وصار ينادي عليها، لكن قدر أنها سرقت من وسط ملكه ومن صندوقه مثلا، أو أخذت مع أمواله، هذا لا ضمان عليه لأنه مؤتمن ولم يفرط، فلا ضمان عليه. أما إن تعدى أو فرط فيها فإنه يضمن. نعم. لا، ما هو على الوجوب، على الجواز، إن شاء يقول والله أنا ما لم تحمل مسؤوليتها والمنادات عليها خليها يتركها يأخذها غيره. نعم. نعم. نعم، هي اللقطة تنطبق على لقطة الحرم وغيرها، إلا أن الفرق بين لقطة الحرم وغيرها أن لقطة الحرم لا تحل بعد السنة، لا تحل بعد السنة، بل يستمر يعرفها وينادي عليها حتى يأتي صاحبها. نعم. فصل في النقيط:
اللقيط انتهى من لقطة الأموال. هناك قد يكون هذا الشيء الموجود من بني آدم، يكون من بني آدم صغير، طفل صغير وجد ولا يعرف له نسب، فوجد منبوذا أو ضل عن أهله، ضاع عن أهله وهو ما يعرف له نسب، ما يعرف له أحد ولا يعرف من أي أسرة ولا يعرف له أب، ولو ترك هلك. فهذا يجب أخذه، لأن في تركه تعريضا له الهلاك، فيجب على من رآه أن يأخذه أو أن يبلغ عنه السلطة، إما أن يأخذه هو ويقوم بتربيته ورعايته وله في ذلك الأجر، وإما أن يبلغ عنه السلطة من أجل أن تأخذه وتحفظه. أما أن يتركه يتعرض للهلاك هذا لا يجوز، لأن هذه نفس محترمة، نفس محترمة لا يجوز تركها. هذا معنى اللقيط، فيأخذه ويربيه ويكون النفقة عليه من بيت المال، يعني يبلغ عنه السلطة ويسجل اسمه وبيت المال يدفع النفقة، والتربية تكون على واجده يربيه ويقوم به. وإن أنفق عليه هو من ماله فهذا طيب، إذا قال أنا بأنفق عليه وأنا بأربيه وبي الأجر لا بأس في ذلك. نعم، المهم أنه ما يترك. هذا هو اللقيط. نعم. الطفل المنبوذ، المنبوذ يعني المطروح، أو الطفل الذي ظل عن أهله ولا يدرى وين أهله، هذا هو اللقيط. وحكمه أنه حر، حكم اللقيط أنه حر، لأن الأصل في بني آدم الحرية، أنه حر، فلا يملكه صاحب ملتقطه ولا يملكه بيت المال. الأصل في بني آدم الحرية، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. فهو حر ونفقته من بيت المال، لأن بيت المال يقوم على مثل هذا الطفل الذي ليس له عائل وليس له أحد ينفق عليه، ولو مات فميراثه لبيت المال، لو مات ميراثه لبيت المال، لأن بيت المال هو الذي ينفق عليه، وكذلك إذا مات له مال يكون ماله لبيت المال. ولو جني عليه فالذي يطالب بدمه ويطالب بديته هو بيت المال. نعم. أما واجده فليس له إلا حق التربية فقط، وله الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. لما روى سعيد بن سفيان عن الزهري أنه سمع شبيبا أبا جميلة سمع شبيبا أبا جميلة قال وجدت مفروقا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال عرفي. نعم. فقال عريشي. نعم. فقال عريشي. نعم. يا أمير المؤمنين. عريفي يعني لقيطي. نعم. أنه رجل صالح. فقال عمر أكذلك هو؟
قال نعم. قال عريفي، عريفي يعني الذي عرف عمر بأبي جميلة. عمر سأل عن أبي جميلة هل هو ثقة أو ما هو ثقة، فقال عريفه نعم يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. نعم. فقال عريفي نعم. فقال عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، يعني أبا جميلة. نعم. فقال عمر أكذلك هم؟ قال نعم. اسمه شبيب أو سنين؟ الظاهر أنه سنين أبا جميلة، لكن يراجع، الظاهر أنه سنين. سنين نعم. فقال فهو حر ولك ولاءه علي نفقته، أو قال بطاعة اذهب. قال اذهب فهو حر. هو حر يعني اللقيط هذا حر، لأن يعني الأصل في بني آدم الحرية. ولك ولاؤه يعني تربيته وموالاته. نعم. وعلينا نفقته يعني على بيت المال، لأن بيت المال يتولى من لا ولي له ينفق عليه. نعم. أو قال رضاعه يعني بدل ولاؤه لك رضاعه. نعم. فقال ابن المنذر تجمع عوام أهل العلم على أن النقيط حر، ولأن الأصل في الآدميين الحرية. عوام أهل العلم، عوام يعني عامة أهل العلم، ليس المراد بالعوام الجهال، لا، المراد بالعوام هنا العامة، عامة أهل العلم. نعم. ولأن الأصل في الآدميين الحرية فيكون حرا. نعم. مسألة ويحكم بإسلامه، إذا وجد في بلاد المسلمين يحكم بإسلامه، لأن الأصل فيه الإسلام، ما دام أنه في بلاد المسلمين الأصل أنه من أبوين مسلمين، هذا هو الأصل. وإلا الطفل يتبع خير أبويه في الدين، إذا كان أبواه موجودين فإنه يتبع خير أبويه في الدين. نعم. ويكثر بإسلامه في دار الإسلام إذا كان فيها مسلما مسلم، لأنه اجتمع الدار والإسلام من فيها. الأصل في بلاد الإسلام أن المواليد يكونون من آباء مسلمين، فيحكم بإسلام هذا الطفل، فلو مات يعامل معاملة المسلمين، يكفن و يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأن الأصل فيه الإسلام. نعم. مسألة، وما يوجد عنده من المال فهو له. لو وجد معه مال، مع الطفل هذا وجد حوله أو قريبا منه مال، يعني محطوط معه مال، الذي نبذه وطرحه ووضع معه مال، يكون هذا المال للطفل، لأن كونه معه دليل على أنه له، كوضع اليد مثلا. نعم. وكذلك ينفق عليه منه. إيه نعم. إذا كان له يحفظ معه وينفق عليه منه، وإن بقي منه شيء يدفع إليه إذا بلغ. لأن الأصل أن ما كان معه أو حوله أنه له، كأن من وضعه وطرحه وضع معه المال. نعم. وكذلك ما يوجد عليه من الثياب والحلي أو تحته من فراش أو سرير أو غيره، لأنه آدمي حر فأشبه البالغ. ما عليه من اللباس أو الفراش الذي تحته، أو إذا كانت جارية وعليها حلي، فإنه يكون لهذا الطفل، يكون لهذا الطفل. نعم. مسألة، وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا. ولايته يعني التربية والتعليم والقيام بمصالحه يكون لملتقطه، وله أن يطالب بيت المال، لملتقطه أن يطالب بيت المال بنفقة هذا اللقيط،
وآجار خدمته والقيام عليه هو أولى من غيره. نعم. لحديث أبي جميلة يعني ولاة حفظي. نعم. يعني ولاة حفظه والإنفاق عليه. نعم. ونفقه في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه لذلك. اللقيط إن كان معه مال كما سبق ينفق عليه من المال الذي معه، وإن لم يكن معه مال فنفقته تجب في بيت مال المسلمين، فملتقطه يطالب بيت المال، يطالب بيت المال بالنفقة، إلا أن يريد أن ينفق عليه هو من باب الإحسان فلا بأس بذلك. نعم. مسألة وما خلفه فهو خير. وما خلفه يعني لو مات، لو مات هذا الطفل له مال فإن ماله يكون في يعني لبيت مال المسلمين، لأن بيت المال، لأن بيت المال يقوم بالإنفاق عليه، فإذا مات يرثه، لأن الغنم بالغرم. نعم. وذلك أن ميراث النقيب وديته إن قتل لبيت المال. نعم. إن لم يخلف وارثا معروفا. أما لو قدر أنه تزوج وأنجب وصار له أولاد يرثونه، يرثوا أولاده، أو له زوجة تزوج ترث زوجته هذا. نعم. لكن لو مات وهو ما له وارث فإن وارثه يكون بيت المال، لأن بيت المال ولي من لا ولي له. نعم. وذلك أن ميراث النقيط وديته من قتل بيت المال إن لم يخلف وارثا معروفا كغيره من المسلمين. نعم. وأما حديث أبي جميلة وقال عمر ولا أهل لك، فقال ابن المنذر هو رجل مجهول وما يقوم بحديثه حجة، يعني أبا جميلة. قوله ولا أهل لك يحتمل أن المراد به تربيته والقيام على موالاته، يعني ولايته، ولاؤه يعني ولايته، ويحتمل. وأيضا أبو جميلة يقولون هذا مجهول، هذا مجهول فلا يحتج بحديثه، لأن المجهول عند المحدثين من جهلت حاله لا يحتج به. نعم. ويحتمل أن عمر عنا لك ولاية حفظه والقيام به. على كل حال هو ميراث لبيت المال، لأن القاعدة الشرعية المعروفة المجمع عليها أن من لا وارث له فولي الأمر يرثه، هذه القاعدة في الإسلام، أن من لا ولي له ولا وارث له فإن بيت المال يرثه لمصالح المسلمين. وأما حديث أبي جميل الذي يعارض هذا وهو قوله لك ولاؤه، فهذا كما سبق، إما أن يراد بولاؤه يعني الولاية والتربية، أو أن يقال أبو جميل مجهول، الراوي هذا مجهول، وإذا كان الراوي مجهولا لا يحتج بروايته. نعم. وحديث وثلة تحوز المرأة ثلاث مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنف عليه، لا يثبت أيضا. قوله أن المرأة ترث لقيطها هذا يوافق قول عمر لك ولاؤه، فيدل على أن ميراثه لمن وجده، ولكن هذا الحديث أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رأي الجمهور من أهل العلم، ولكن القول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن ميراث اللقيط للملتقط، وأن الالتقاط من أسباب الإرث، لحديث ترث المرأة ثلاثة، عتيقها ولقيطها وولدها التي لا عنت عليه، هو حديث عندهم احتجوا به،
فالقول الثاني أن ميراث اللقيط لملتقطه وهو اختيار الشيخ تقي الدين. نعم. ولكن الجمهور لا، الجمهور يقولون على القاعدة من ليس له وارث فيرثه بيت المال. نعم. الغرم على بيت، الغرم على بيت المال هنا، لأن النفقة في بيت المال، فلو أخذنا بالقاعدة صار الميراث لبيت المال، لأن الغرم على بيت المال هو اللي ينفق عليه. نعم. لا يسقط أيضا فيكون حكمه في الميراث حكم من ثبت نسبه وانقرض أهله يدفع ميراثه إلى بيت المال. هذه القاعدة، أنه حتى لو كان معروف النسب ومعروف أنه من بني فلان لكن انقرضوا ما له وارث أصلا، فميراثه كل بيت المال في هذه الحالة. فكذلك اللقيط. نعم. مسألة. ومن ادعى نسبه ألحق به. هذه مسألة تتعلق باللقيط، وقلنا أنه ما يعرف له نسب، يشترط في اللقيط أن لا يعرف له نسب. فإن جاء أحد وادعى أنه ابنه ألحق به، لأن هذا من حظ اللقيط، كونه يثبت نسبه كونه يكون له ولي، هذا من حظه، فيدفع إلى من ادعى نسبه لأنه لم يعارض بشيء. اللقيط هذا مجهول النسب وجاء واحد وادعاه فيعطى إياه، لأمرين: أولاً إن هذا من حظ الطفل ومن فائدة الطفل إنه يلحق نسبه بأحد، والشيء الثاني عدم المعارض، ما أحد عارض هذا المدعي، ما أحد عارض هذا المدعي فيلحق بمن ادعاه. نعم. ومن ادعى نسبه ألحق به مسلماً كان أو كافراً لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على أحد فقبل كما لو أقر له بمال، ويدفع. فإذا ادعى نسبه فهذا إقرار للطفل، إقرار بحق الطفل، فهو حظ للطفل ومنفعة للطفل. نعم. ويدفع الكافر نسبا لا دينا لأنه محكوم بإسلامه بالدار، فلا يزول ذلك بدعوى كافر. إذا ادعاه كافر في بلاد المسلمين ألحق به نسبا فقط ولم يلحق به دينا، لأن الدين يتبع الدار والدار دار مسلمين، فيحكم بإسلامه، يحكم بإسلام الطفل. ويمكن أن يكون طفل مسلم من أب كافر، يمكن أن يكون الابن مسلما والأب كافرا، والعكس أيضا يكون الأب مسلماً والابن كافر، موجود هذا. نعم. مسألة. ولم يدفع إليه يعني إلى الكافر لأنه يعني يثبت نسبه من الكافر ولكن لا يتبعه في الدين، لأن في إتباعه في الدين ضرراً على الطفل، وأيضاً لا يدفع إليه ليربيه، لأن المسلم لا يدفع إلى الكافر، لأن تربية الكافر للمسلم ضرر على المسلم. فيقال ثبت نسبه أنه ابنك ولكن ليس لك عليه لا ولاية وليس لك عليه ليس لك منه ميراث لو مات، ولا يتبعك في دينك. نعم. ولم يدفع إليه يعني إلى الكافر لأن الكافر لا يربي المسلم، قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. نعم. باب السب. السلام عليكم. الذي يلتقط اللقيط في سن الرضاعة لا يقال من الأفضل أن تدعه الزوجة لأنه يحرج حين ينظر ويلتقط. مسألة الرضاعة أمرها سهل، إن رضعته زوجة الملتقط أو استؤجر له مرضعة ما يخالف، مسألة الرضاعة ما فيها إشكال. المهم أنه يرضع سواء من زوجة الملتقط ويكون ابناً للملتقط من الرضاعة، وهذا أيضاً يكون فيه حل للمحرمية ودخوله في بيت الملتقط،
أو أنه يستأجر له مرضعة وتكون الأجرة على بيت المال. أمر في هذا سهل. باب إيه؟ باب السبق. 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 باب السبق. السبق هو العوض الذي يؤخذ على المسابقة. السبق بالفتح هو العوض الذي يؤخذ على المغالبة. إذا تغالب اثنان فأكثر فالعوض الذي يؤخذ ويدفع للغالب الذي يدفع للغالب والسابق هذا يسمى سبق. والأصل في هذا أنه لا يجوز أخذ السبق إلا ما استثناه الشارع فقط. لا يجوز أخذ السبق والعوض على سائر المسابقات والمغالبات إلا ما استثناه الشارع بقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فهذه الأشياء الثلاثة يجوز المسابقة عليها وأخذ العوض عنها للغالب والسابق، لأنها من أمور الجهاد. وفي المسابقة عليها وأخذ العوض عليها تشجيع على تعلم الجهاد. النصل المراد به الرمي. إذا ترامى اثنان فأكثر فالذي يصيب الهدف منهم يستحق الجائزة، لا بأس بذلك، لأن يعني هذا من تعليم الرمي. والله تعالى يقول: واعدوا ما يرمى به، في كل وقت بحسبه. الرمي بالنبل والسهام كما كان في الزمان السابق، الرمي بالبنادق، الرمي بالمدافع والقاذفات، كله يدخل في الرمي. وتجوز المسابقة بالرمي بأي نوع كان هذا الرمي، ويجوز أخذ الجائزة للمتسابقين. الثاني الخف، يعني السباق على الإبل. يجوز السباق على الإبل وأخذ العوض والجائزة للفائز، لأن الإبل من أدوات الجهاد أيضا. ركوب الإبل وتعلم ركوب الإبل هذا من ما يستعمل في الجهاد، لأن الإبل من أدوات الجهاد. وكذلك الحافر المراد به الخيل، مراد به الخيل، لأن الخيل من أعظم معدات الجهاد، لقوله تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الخيل مربوط بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل مربوط بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالخيل لا يزال فيها قوة للمسلمين، حتى وإن وجدت الآن الآليات الحديثة والطائرات والدبابات، لا يستغنى عن الخيل، لأنه يكون مواضع من الجهاد لا تصلح فيها الآليات، إنما يصلح فيها الخيل حتى في هذا الزمان. هذا من ناحية. والناحية الثانية أن يمكن أن تتعطل هذه الآليات، يأتي عليها عطال، يأتي عليها تلف، فتكون الخيل عوضا عنها. الخيل لا تحتاج إلى كبير مؤونة أو صيانة مثل الآليات، ما تحتاج إلا إلى علف وسقي فقط، فهي مؤونتها سهلة والحصول عليها ميسور، بخلاف هذه الآليات الحصول عليها صعب، وأيضا بقاؤها واستمرارها غير مضمون. يأتي يوم من الأيام تتعطل الآليات، يأتي حالة من الحالات ما تصلح الآليات فيها ولا تبلغها الآليات، وإنما تبلغها الخيل. فالخيل لا يزال الخير فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على المسلمين أن يعتنوا بالخيل، يربوا الخيل ويؤصلوها ويعدوها ويكثروا منها بما فيها من الخير للمسلمين والقوة للمسلمين.
ومثل الخيل والحافر والخوف جميع المركوبات اللي تركب في الجهاد سواء كانت من الحيوانات أو من الآليات طائرات مثلا الدبابات كلها تدخل في المركوب يجوز المسابقة عليها وأخذ العوض كما قلنا إن النصل يدخل فيه كل آلات الرمي في كل وقت بحسبه كذلك الخف والحافر يدخل فيها جميع المركوبات في الجهاد من آليات وغيرها يجوز المسابقة عليها وأخذ الجائزة عليها أما ما عدا هذه الثلاثة فلا يجوز أخذ الجائزة بالمسابقات لأنها ليس فيها غرض جهادي وإنما هي من اللهو تكون من اللهو واللعب قد تكون مباحة وقد تكون محرمة اللعب قد يكون مباحا لكن لا يجوز أخذ العوض عليه مثل المسابقة على الأقدام تجوز ولكن لا يجوز أخذ الجائزة على ذلك وكذلك المسابقة في المباراة الرياضية هذا يجوز إذا لم يترتب عليه مفاسد يجوز في حدود لكن لا يجوز أخذ الجوائز عليه لأنه لا يدخل في الجهاد وإنما يلحق بالجهاد مسائل العلم المسابقة في مسائل العلم المسائل الفقهية مثلا مسائل النحو واللغة لأن هذه من لأن تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله فيجوز أخذ الجوائز على المسابقات العلمية في الأحكام الشرعية وما يعين عليها يلحق بالجهاد في سبيل الله نعم وما عدا ذلك من المغالبات فلا يجوز أخذ العوض عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصره في هذه الثلاثة لا سبق هذا حصر لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فيؤخذ على هذه الثلاث وما يلحق بها مثل المسائل الشرعية وما عدا ذلك لا يجوز أخذ العوض عليه لأنه إما لهو مباح وإما لهو محرم فالمباح لا يؤخذ عليه عوض والمحرم من باب أولى لا يؤخذ عليه عوض نعم العوض الذي يؤخذ عن المسابقات من النوادي لا معلوم انها لا تقام تضرع على الجهاد ولكن لا لا هو ما هو له لا مسابقة على الخيل هذا يدخل في الجهاد النوادي ايه النوادي هذه النوادي تدريب الخيل واعداد الخيل هذا اعداد للجهاد هذه تكون مراهنات من الجمهور ايش مراهنات من الجمهور يعني التنبؤات بالخيل التي نسبك لا التنبؤات لا غلط هذا ما يجوز يقول أي وش تقدر اللي يسبق من الخيل يقول أقدر فلانة والثاني يقول لا أقدر فلانة ثم اللي يغلب يأخذ الجائزة هذا لا يجوز هذا باطل الجائزة إنما هي للسابق اللي يسبق أي نعم السابق نفسه فقط أما الفارغين ذولا هل الفارغين ذولا ما لهم شيء نعم بل هذا من أكل المال بالباطل نعم تجوز المسابقة نعم في بعض المدارس يكون فيه مباريات من الطلاب يكون الفائزين جوائز عينية إيه المسائل العلمية ما يخالف لا الكرة لا الكرة قلنا ما يجوز لا بالمدارس ولا غيرها ما يجوز أخذ الجائزة عليها غاية ما يقال إنها مباحة فقط لكن أخذ العوض عليها لا يجوز لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذا أخذ بغير حق لا يجوز حتى ولو كان لعب الكرة جائزا في الأصل فلا يجوز أخذ العوض عليه لأنه يخرج بقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر هذا حصر والحصر يفيد حصر الحكم فيما ذكر ونفيه عما عدا نعم تجوز المسابقة بغير فعل في الأشياء كلها الرسول صلى الله عليه وسلم سابق على القدم وصارع ركانه المصارعة أيضا تجوز لكن ما يجوز أخذ العوض عليها لا يجوز وإن كان فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان سابق على القدم
ولكنه حصر صلى الله عليه وسلم بقوله لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يخرج هذه الأشياء وإن كانت جائزة شرعا لكن لا يجوز أخذ العوض عليها. فما كل ما جاز من المسابقات يجوز أخذ الجائزة عليه، نعم، إلا ما كان من وسائل الجهاد أو ما يعين على وسائل الجهاد فقط، نعم. يجوز المسابقة بغير جعل من الأشياء كلها. هذا يجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، على الأقدام، بالمصارعة، بالكرة، بالشيء اللي لا محذور فيه يجوز، لكن ما يجوز أخذ الجائزة عليه، نعم. الدواب والسفن والمزاريق في البحر يجوز المسابقة عليها، لكن من غير عوض، من غير عوض، نعم. لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل من الحفياء إلى ثرية الوداع، وبين الدفينة الضمة من ثرية الوداع إلى مسجد بني زريق، متفق عليه. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه، نعم. وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يوضعون حجرا أي يرفعونه ليعلم الشديد منهم، فلم ينكر عليهم، يعني حمل الأثقال، هذا معنى حمل الأثقال. مر على صلى الله عليه وسلم على قوم يترافعون حجرا، أيهما اللي يستطيع رفع هذا الحجر؟ هذا جائزة، الرسول أقرهم على ذلك، لكن لا يجوز أخذ الجائزة عليه، هذا ما يسمى الآن برفع الأثقال. فما كل ما جاز يجوز أخذ العوض عليه، نعم. إذا الكوس والدروع هذه تعطى للمتسابقين، الكوس مش قيمتها؟ الكوس هي لها قيمة مالية؟ لا، قيمة تشرب بها أنت؟ لا أشرب. ما لها قيمة هذه؟ تشرب أموال. نعم. تشرب أموال ضائلة كمان. إيش فائدتها؟ ما هي فائدة؟ توضع. إيه توضع، وش توضع له؟ توضع إلى متى؟ ما لها فائدة، هذا عبث، هذا من العبث. نعم. ما يجوز. إنما تجوز الألعاب هذه إذا توفرت شروط الجواز، أما إذا كان فيها محذور يعني لزم عليها كشف العورة أو تضييع الصلاة فإنها لا تجوز، نعم، لازم مع الضوابط الشرعية، لا يكون فيها كشف عورات ولا يكون فيها تأخر عن صلاة الجماعة في وقتها أو في المساجد، ما تصد عن ذكر الله، أما إذا صدت عن ذكر الله فهي حرام، نعم. مسألة، نعم. ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام. إيه لاحظوا هذا، لا تجوز، هي تجوز في كل الأشياء هذه، لكن بعوض لا تجوز إلا في ثلاثة، بعوض لا تجوز إلا في ثلاثة، نعم. أما بدون عوض فتجوز في كل ما لا محذور فيه مما يقوي الأبدان أو يظهر الشجاعة أو يظهر قوة البدن أو ما أشبه ذلك، يجوز هذا، الأصل الجواز، نعم. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه أبو داود. والسبق بالفتح هو العوض والجائزة، السبق هو الجائزة، نعم. فتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما سبق ما سبق من أحاديث، نعم. والمراد بالحافر الخيل، إيه. والمراد بالحافر الخيل خاصة. للحمير، الحمير والبغال ما تدخل، وإن كانت ذات حوافر لا تدخل. يجوز المسابقة على الحمير وعلى البغال، لكن لا يجوز أخذ الجائزة عليها. لاحظوا هذا، ولا يجوز أنك تسابق على حمار، أخال، لكن ما تأخذ عليه جائزة، لأن الحمار ما هو من أدوات الجهاد، ولا البغل أيضا ما هو من أدوات الجهاد. نعم، ولا الثيران سابقة، بل المسابقة على الثيران محرمة، يعني الآن ما يعملون مع الثيران من المصارعة هذا حرام، لأنه تعذيب، لأن فيه تعذيبا للحيوان، هذا حرام لا يجوز، نعم. وبالنصر السهام كذلك
ما يسمونها الآن بالملاكمة هذا حرام، لأن يعني فيه إضراراً بالبدن وفيه كشف للعورة، فالملاكمة حرام لا تجوز، إنما تجوز المصارعة. المصارعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة، مصارعة تجوز لأن يعني ليس فيها كشف عورة وليس فيها خطر على الجسم. نعم، المصارعة غير الملاكمة. نعم. الإصابات من سوء التصرف، ما هو من أصل المباراة، أصل المباراة ما فيه خطر، لكن سوء التصرف من المتبارين هو الذي، مثل السيارة، السيارة يجوز لك تركب سيارة وتسوقها، لكن إذا أسرعت سرعة فائقة أو ما تعرف تسوق السيارة هذا يصير محرم. نعم، في تصرفات الناس ما تغير الحكم، ما تغير الحكم الجائز. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اللهو ثلاث: تأديب الرجل فرسه ومناعبته فهله ورميه بقوسه ولبنه، ولأن غير الخيل والإبل لا تصلح للفرد ولا للفرد في القتال، وغير السهام لا يكاد الرمي بها فلم يجد المسابقة بها كالبقرة. نعم، اللي ما له مصلحة في الجهاد لا يجوز أخذ الجائزة عليه، هذه قاعدة، ما كان من الجهاد أو مما يعين على الجهاد يجوز أخذ الجائزة عليه، أما ما كان غير ذلك فإن لم يكن فيه محذور شرعي فإنه مباح، وإن كان فيه محذور شرعي فهو محرم، لكن لا يجوز أخذ العوض عليه بحال من الأحوال، لأن العوض هذا مال، والمال لا يجوز أخذه إلا بحق، قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم، مسألة يكفي. لا، ما هم بالتسكين، بالفتح، لأن السبق هذا قلنا أنه جائز، الأمر فيه واسع جدا، السبق يجوز السبق على أي شيء ليس فيه محذور شرعي، إنما السبق اللي هو العوض. نعم، فلو إن كان فيه رواية بالسكون تحمل على الفتح، تحمل على رواية الفتح أن المراد العوض. نعم. ما يستعمل في الحرب من الحيوانات إلا نوعان: الإبل والخيل فقط، غيره ما يصلح في الحرب. تجيب حمير في الحرب أتصلح، ولا بقر أتصلح في الحرب؟ لا لا أبدا، لا، ما تدخل المعركة الحمير والبقر والأشياء، ما تدخل المعارك، وإن كان ينقل عليها نقل لا بس. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، هل الإعلان عن اللقطة، نعم، هل الإعلان عن اللقطة من قبل الوالد مجزئ عن المنادات في الأسواق وفي أبواب المساجد؟ لا، ما هو يجوز الإعلان عنها في الصحف لا بأس، لكن ما يغني عن المنادات، لأن ما كل الناس يقرؤون الصحف، لا كل الناس يقرؤون الصحف، قد يكون صاحب اللقطة من البادية أو من الناس اللي ما يقرؤون الصحف، لازم من المنادات، وأيضا العمل بالنص والعمل بالحديث لا بد من تطبيقه. نعم. مكان المنادات، ها؟ المكان الذي وجد فيه اللقطة، المكان اللي وجد فيه اللقطة أو ما حوله من الأمكنة، على أبواب المساجد، في أسواق البيع والشراء، ما أشبه ذلك، اللي يتجمع الناس فيه. نعم.
لكن انك تجد اللقطه بالرياض وتروح تنادي عليها بالمجمع ما يصلح. اي لازم في البلد بنفس البلد. نعم. اللقطه سائره يا شيخ تتحرك يعني. نعم. سائره صعب تحديد مكان يعني. حواليه ما كان حواليه البلد، البلد كله بعضه حول بعض. نعم. سنين. لا سنين أبي جميل هذا موجود في المغني. معك المغني؟ لا يا شيخ بس تحقيق عبد الرزاق المهدي ذكر عن حجر للتقريب أنه قال سنين أبو جميل. سنين بالضم؟ أي نعم. والله اللي يعرف أنه سنين بالفتح. سنين بالفتح لكن يمكن. هو شو الكتاب اللي معك ذا؟ هو نفس العدة العدة؟ لا موجود في المغني النص. نعم. عندك شبيب انت اللي قريت شبيب؟ شبيب ها؟ واللي مصحح يقول سنين ها؟ سنين اقرا التعليق. قال ما ذكره المصنف عن ابن المنذر فيه نظر حيث قال ابن حجر بالتقريب سنين ابو جميله السلمي واسم ابيه فرقد صحابي صغير له في البخاري حديث واحد. فرقد يعني. لكن سنين هذا مجهول. نعم. قلت فهو الصحابي إزالة جهالة وحديث حسن. ما هو الصحابي سنين، الصحابي أبوه فرقد ها؟ أي نعم. فضيلة الشيخ أنا قلت إنما يوسف إذا لم يدعي أحد. نعم. أنا قلت إنما يوسف إذا لم يدعي أحد. لا ينسب إلى أحد، لا ينسب إلى إلى أبيه، يقال فلان ابن أبيه أو فلان ابن عبد الله، لأن كل الناس عبيد لله سبحانه وتعالى، لكن لا ينسب إلى أحد معين. نعم. سواء هنا لا ينسب إلى أحد، ينسب إلى أمة فقط، يقال ابن فلانة فلان ابن فلانة. نعم ولا ينسب إلى أب. نعم. حتى لو ادعى أحد لا يلحق به، ولد الزنا ما يلحق بأحد، لا يلحق بأب، ما يجوز إلحاقه بأب، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولد الزنا لا يجوز نسبته إلى أب، إنما ينسب إلى أمه فقط. نعم. يتركها في مكانها هو وما يجب عليه ياخذها، يباح له أخذها بالشروط، يباح له أخذها بالشروط، أما لو تركها فلا حرج عليه. اللهم إلا إذا كان هذا الحيوان يعني يتضرر فإنه من باب الإحسان ما يتركه يموت، يسقيه ولا يعلفه. نعم من باب الإحسان لا من باب الوجوب. نعم. وهل الحكم السابق ينطبق على نفقة الذهب والبالغ؟ نعم. وهل الحكم السابق ينطبق على نفقة الذهب والبالغ؟ كل الأموال، كل الأموال ينطبق عليها حكم اللقطة، الأموال التي ينتفع بها كلها يشملها حكم اللقطة. نعم. والأصل فيها الذهب والورق اللي هو الفضة، هذا الأصل يشمل هذا الثياب والأواني وكل ما ينتفع به. نعم. هل إيش؟ هل يكون إثمه لملتقطه على ما اختاره تقي الدين؟ هو أحق به. نعم هو أحق به لأنه أنقذه،
لأنه أنقذه، وجه كون الميراث له لأنه أنقذه من الهلاك، فيكون الميراث لمنقذه، كما أن المعتق إذا اعتق العبد صار له عليه الولاء لأنه أنقذه من الرق. هذا وجه كون الإرث له، لأنه أحسن إليه وأنقذه من الهلاك. نعم. لا، اللي عليه الجمهور أنه ما إن ولاءه لبيت المال، هذا اللي عليه جمهور أهل العلم، وأن الالتقاط ليس من أسباب الإرث. هذا هو المشهور والذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. بالنسبة للترجيح، لا، الراجح ما عليه الأكثر، ما عليه الأكثر. نعم. لأن عمر يقول لك ولاؤه وعلينا نفقته، إذا كانت نفقته لبيت المال فإن ميراثه لبيت المال، قوله صلى الله عليه وسلم الغنم بالغرم. نعم. وقال الخراج بالضمان. نعم. الشيخ بالنسبة للنقيض، إذا ادعاه أكثر من شخص فلا تحكم بذلك. إذا ادعاه أكثر من شخص فإنه يعرض على القافة، يعرض على القافة وهم الذين يعرفون الشبه، فإذا ألحقوه بشخص يلحق به ويعمل بعمل القافة عند جمهور أهل العلم، لأن العمل بالقافة أمر معروف عند المسلمين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره لما كان أسامة بن زيد وأبوه زيد رضي الله عنهما ملتحفين بقطيفة وبادية أقدامهما، جاء رجل من بني مدلج من القافة فنظر إلى الأقدام قال الله أكبر، هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره، مع أن قدمي أسامة أسودان وقدمي أبيه أبيضان، ومع هذا القائف عرف الشبه مع اختلاف اللون. نعم. نعم. لأن أسامة أسود شديد السواد رضي الله عنه وأبوه أبيض، فحصل شك من بعض الناس أو المنافقين، أشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء هذا القائف ونظر إلى أقدامهم دون أن يسأل دون أن يعمد في هذا قال الله أكبر، هذه الأقدام بعضها من بعض. نعم. حيوان لا يمتنع عن السباع ولا يسبع، هل ينفق عليه ويأخذ خراجه قدر نفقته عليه؟ إذا أخذ إيش؟ إذا أخذ رجل حيوان لا يمتنع عن السباع، لا يمتنع، ها؟ أي نعم. ولا يسبع، هل ينفق عليه ويأخذ خراجه قدر نفقته عليه حتى يأتي صاحبها ويعطيه إياها؟ نعم، يجوز له أن يعلف الشاة ويحلبها، ما يخالف، يعلف الشاة ويحلبها ما يخالف، لا بأس. نعم. النتاج يتبع الأصل، يتبع الأصل. نعم. الشيخ قلتم أن السباق على الخيل يجوز، ولكن ما يفعله كل سنة في رمضان الإبل وتكبيرها حتى يخفف وزنها، وكذلك تعليمها بالضرب لكي تسرع في السير، وكذلك الخيل، فما رايكم في مثل هذا العمل؟ العمل الذي يسيء الى الحيوان ويعذبه لا يجوز. الذي يعذب الحيوان لا يجوز، اما الذي لا يعذب الحيوان هو ما في شك ان تضمير الخيل تضمر للسباق، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تضمر، بمعنى انه يخفف أكلها وشرابها من أجل أن يخف وزنها، لأنه إذا خف وزنها صار أسرع لها وأمضى لها، أما أن يتجاوز هذا إلى التعذيب هذا لا يجوز، لكن تخفيف لا يكون تعذيبا، وإلا فالتضمير لا بد منه، وإلا لا تسبق، إذا كانت شبعانة أو ثقيلة ما تسبق، أما الضرب فإنه لا يجوز.
لأنه تعذيب للحيوان. نعم. وقلت الشيخ هل يجوز إعطاء اللاعبين مكافآت على الفوز بالمباريات؟ الذي أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز إعطاء الجوائز فيه، أما الذي لم يأذن فيه يأخذ الجوائز عليه لا يجوز. الرسول حصر الجوائز في الجهاد وما يعين عليه فقط. نعم. وما حكم مشاهدة السبق؟ ها؟ ما حكم مشاهدة السبق الذي جعل له عوض وهو غير المسجد والحافل وما شابهها؟ المشاهدة التي لا يترتب عليها منكر لا بأس، إذا كان ما في كشف عورات ولا يشغل عن الصلوات لا بأس، لكن إذا كان يروح ويجلس في النادي ساعات طويلة ولا يصلي هذا حرام لا يجوز، أو النادي فيه منكرات لا يجوز مشاهدته. نعم. تقام سرقات من الطالبين والطلاب اختيار أحسن الفرق أو أحسن الطلاب، لا يجوز أن السرق على هذا. تقام إيش؟ سرقات في الإلقاء. في الإلقاء. نعم. بين الطلاب اختيار أحسن الفرق أو أحسن الطلاب، لا يجوز أن السرق على هذا. لا بأس بذلك، لأن هذا من التعلم، الإلقاء إلقاء الخطب والخطابة هذا من التعلم العلوم الشرعية، لأنه يساعد على اللغة ويساعد على الخطابة في المساجد والتدريس، هذا طيب، تشجيع على هذا مشروع. نعم. الشيخ كان اليوم مسجد العطاء على جماعة المسجد وقعت لها تقريبا 500 ريال ورقيت عندي مدة ولم أعرفها، فما الطريقة التي ترون في تعريفها؟ وكذلك أعطاني أحد حاضرين. إذا طالت المدة ومضت السنة عليها ما يصير للتعريف فائدة، لأن صاحبها أيس منها ولا يبحث عنها بعد طول المدة، فمثل هذا المال يكون من الأموال الضائعة، يكون من الأموال الضائعة، وأنت بين أمرين، إما أن تدفعه لبيت المال يعني تروح للمحكمة وتقدمه لبيت مال المحكمة إن كانوا يقبلونه، وإما أن تبيعه وتتصدق بثمنه على المحتاجين. نعم. وكذلك أعطاني أحد الحاضرين السمع لهذا الدرس قال من قيمته 4000 وذهب ولم أعرف التصدق بقيمة هذا القلم. إذا أيست من صاحبه فبعه وتصدق بثمنه، أو أعطي القلم واحد محتاج من أولاد الفقراء يكتب به صدقة. نعم. ويكون الأجر لصاحبه. نعم. الشيخ كان مدرس في إحدى المدارس وفي نهاية العام الدراسي يترك الطلاب أقلاما وصاحبه وأدوات، لا يجوز أخذها. يترك الطلاب أقلاما وصاحبه وأدوات، هل يجوز أخذها؟ المرغوب عنها إذا تركها صاحبها راغبا عنها لا بأس بأخذها، إذا كان صاحبها ما يريدها تركها راغبا عنها لا بأس بأخذها وإعطائها للمحتاجين، أما إذا كان يخشى أن صاحبها يرجع إليها فتحفظ له حتى يأتي. نعم. تقام سرقات المدرسة بين أحسن الفصل في أوقات الحاجة المسجد وغير ذلك، هل يجوز أخذ عنها هذا؟ ما كان فيه إعانة على تعلم العلم الشرعي فيجوز، هذه القاعدة والضابط، ما كان فيه إعانة على تعلم العلم الشرعي فيجوز أخذ الجائزة عليه، وما كان غير ذلك فلا يجوز أخذ الجوائز عليه، إذا كان فيه مسابقة بالخط لأن الخط يعين على العلم الشرعي، خطاطين أحسن الطلاب خطا أو أحذقهم في الحساب لأن هذا يعين على العلم الشرعي، أو أحسنهم نطقا باللغة العربية لما يلحن ولا، هذا كله من العلم الشرعي يؤخذ الجوائز عليه. نعم. أما مسألة الرسوم، المسابقة بالرسوم، رسم اللوحات أو، فهذا من المباحات إذا لم يكن فيه صور حيوانات، مثلا رسوم الجبال أو رسوم الأنهار أو رسوم
الأرض أو ما أشبه ذلك، هذا من المباحات لكن لا يؤخذ عليه جائزة. نعم. الشيخ، هل يجوز نسبة الولد نسبة الطفل إلى لاقيه؟ لا، ما ينسب إلى ملتقطه، ما ينسب إلى ملتقطه. إذا لم يعرف له أب فإنه لا ينسب إلى أحد، لا ينسب إلى أحد. قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإذا لم يعرف له أب فإنه لا ينسب إلى أحد. نعم، يقال فلان ابن أبيه أو ابن عبد الله، لأن كل الناس عباد الله لكن غير معين. نعم. زواج الحيل ودخول المدارس توقف على اسم الابن؟ لا، ما يجوز يفتعل له أبو، ما يجوز يفتعل له أب غير صحيح ينسب إلى فلان أو فلان، يقول أنا ما يخالف إنه ينتسب لي علشان يتزوج، هذا ما يجوز، لأن يعني هذا من يخالف قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم. لما كان الناس يقولون زيد بن محمد، يعني زيد بن حارثة، أنكر الله عليهم، قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. لا يجوز للدعي أنه ينسب إلى غير أبيه، ومن انتسب إلى غير أبيه عليه وعيد شديد. وهمي ما يخالف، الكلام على نسبته إلى شخص معين، أما ينسب إلى شخص وهمي فخالف. نعم. اللي تراجع دار الإفتاء، تراجع دار الإفتاء بكرة إن شاء الله، أو تذهب الآن إلى الشيخ عبد العزيز بن باز في بيته، إذا كنت مستعجل اذهب إلى الشيخ الآن، وإن كان عندك فسحة إذا أصبحت تروح لدار الإفتاء إن شاء الله ينظر في الموضوع. نعم. أما المرأة اعتزلها، المرأة اعتزلها وهي تحتجب منك إلى أن تأتي بفتوى من المشايخ. نعم. ما حكم تفريغ لاعب كرة القدم لأن يكون ليس له عمل غير لعب الكرة، هل تذكر هذا حلال أم حرام؟ المسلم له مكانة عند الله ومطلوب منه عمل جاد في الحياة ينفع نفسه وينفع المسلمين. أما الأعمال التي ما فيها نفع كالمطرب فلان أو اللاعب فلان، هذا ضياع للوقت ولا يليق بالمسلم. المسلم أعز من هذا، أنه يصبح لاعب ما له مهنة إلا اللعب، أو يصبح مغني مطرب، وهذا محرم، الطرب والغنى حرام، امتهانه حرام. المسلم يعمل الأعمال المفيدة له ولمجتمعه، أما الأعمال التافهة والتي لا قيمة لها وإن كان الناس يمدحونها ويضخمونها فهي ليست بشيء عند الله سبحانه وتعالى، لأنها لا قيمة لها ولا فائدة منها. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.